وقد حكم كل الأنبياء من
اغتيال الإمام أبي جعفر محمد الباقر المتوفى هذا اليوم عليه السلام، الذي دفع هشام بن عبد الملك بن مروان إلى اغتيال الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام، أن في السنة الثالثة عشرة بعد المئة كان الإمام أبو جعفر محمد الباقر وابنه جعفر الصادق قد ذهبا إلى حج بيت الله الحرام، واتفق أن في تلك السنة أيضا قد قدم الخليفة هشام بن عبد الملك من الشام إلى الحاج، وفي ذات يوم دخل هشام المسجد الحرام وإذا يرى لمة من الناس في زاوية وفيهم رجل قائم على كرسي والناس يسألونه وهو يجيب، فسأل الحرس من هذا؟ قيل هذا الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر العز وابنه جعفر بن محمد، الناس يسألونهما عما يحتاجون إليه من أحكام الدين وهما يجيبان الناس، فحقد هشام على الإمامين كيف يجتمع الناس إليهما؟ ليش ما يكون إليه؟ ليش ما يسلمون عليه؟ ليش ما يحترمونه مثل ما يحترمون الإمام؟ فلما انتهى الحاج وذهب إلى الشام بعث إلى والي المدينة أن يشخصهما إليه، بدر السلي محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر، فأشخصهما إليه الوالي، ذهبا إلى الشام فما وجدا في الشام هناك استقبالا ولا حفاوة من أهل الشام، بل ما وجدا إلا الجفاء والهج والقطيعة، حيث علموا بأنهما من نسل الإمام علي بن أبي طالب. وفي ذات يوم مر الإمامان بجماعة من أهل الشام وهم يشتمون ويسبون أمير المؤمنين عليه السلام ويقعون فيه، فغضب الإمام الباقر وقف على ذلك الجمع وألقى عليهم خطبة حفظهم فيها باللحظ، قال: يا شرف الأمم ويا عصب جهنم أيها الأنداد الأجلاف، ويحكم أتسبون هذا القمر اللامع والبدر الساطع الإمام الإمام والبطل الضرام وناصر الإسلام ومكسر الأصنام عن البيت الحرام، وجعل يثني على الإمام أمير المؤمنين، وروى لهم الأحاديث عن رسول الله أنه قال: يا علي، من سبك فقد سبني، ومن أبغضك فقد أبغضني،
ومن أحبك فقد أحبني ومن سرك فقد سرني لأنك مني وأنا منك. ومثل هذه الأحاديث الكثيرة في فضل أمير المؤمنين فسكتوا كلهم ولم يردوا عليه كلاما. وذهب الإمامان إلى لقاء هشام لأنه هو الذي خلف قدومهما إلى الشام ومقابلتهما هناك. فذهب في اليوم الأول سألهم الحاجب أخبر بلول إحنا من أهل المدينة من أبناء رسول الله أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهذا ابني جعفر وصاحبكم أرسلنا إلى أن نقدم إلى الشام وإحنا جئنا على الطلب على الدعوة وها نحن أتينا. كان يسمح لنا بالدخول. وذهب الحاجب وأخبر هشام قال احبسهما إلى آخر الناس ثم تطلع الناس كلهم ثاني خليفة وابقوا ينتظرون بالباب من أول النهار حتى الزوال. الناس يخرجون يطلعون ولا يؤذن لهما. وعند الزوال لما تأذن لصلاة الظهر بينهم الحاجب بعد يا جماعة ما سنكم تقول عودوا في اليوم الآتي بكرة إن شاء الله تجون. وإجوا يوم الثاني وإجوا يوم الثالث وهلم مجرة كل يوم يحبسهما إلى الزوال بالإذن يلتمس الدخول فلم يصد فيعود محتسبا لغيظ كاظما. شوف شلون الصبر. الله تعالى يعتبر عباده المؤمنين بأنواع المكاره والمصائب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. في اليوم الثالث دخل الحاجب أخبار الخليفة قال له تسمع لهم وإلا هم في حل ما لهم شغل بالشام فرجهم فرجهم لوطنهم بلدهم ما لهم شغل هنا أنت رسلت لهم وإجوا فينهم ما هم بالباب ما فينهم يا مالنا. فلا خرجوا دخلوا كان ذاك اليوم هذا هشام سوينا مسرحية تعليم الرماية نحقن لهم برجاز في صدر القاعة قاعة كبيرة خلين برجاز لوح معلم لوح من الخشب معلم علامات وجمع له بني أمية وأتباعها الواحد أنطى قوس وسهام يضربون يرمون ذلك البرجاز بالسهام. يأخذ امتحانات تمرينات إذا أصاب واحد سكتوا إذا أخطأ ضحكوا عليه إذا هون ولاهين وإنشام وياهم يضحك ويلعب. وتفضل الإمامين سلموا ولا حد رد السلام ولا حد اعترف فيهم ووقفا جنب المنصة هشام على المنصة على المنبر والحرس حواليه وهم ضمر المنصة ولا حد اعترف فيهم ولا حد سلم عليهم. فهم الإمام أبو جعفر بأن يدعو على ذلك الجمع ألقى لؤامة عمامته على صدره وشطر وجهه نحو السماء
وهشام ينظر إليه يشوف يسوي. أعرف هشام بأن الإمام قد غضب وراح يدعو عليهم. تدافع الموقف قال إذا دعا علينا الآن حل من البلاء. التفت يده قال يا محمد بن علي اسمح لي أنا ما عرفتك ما شفتك. اتفضل اهلا وسهلا خير مقدم. سنة الإمام الآية فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا. اتفضل واجب عيد واجب بنم على فراشه وانت على منبر واجب الإمام فأمر بكرسيين لهما فليولهم كراسي. قال لواحد من مشايخ بني أمية قال لي أعطي قرصك وسهامك إلى محمد بن علي. جاب السهام والجوابين إلى الإمام. تفضل لو إيش قال الخليفة قال أعطيك السهام والجواب سلمها الإمام. قال له الخليفة هشام يا محمد بن علي ارمي مع مشايخ قومك يريدون تحكمون على الإمام يحسبون أنه ما يعرف الرماية هم كل واحد اللي يمكن تحكمون ويعرفون عليه ما نحصله من هذا مهزله لا يفهم ولا يعرف الرماية وكل ساعة يخطي وبنشبح ضحك ويعرف عليه. قال له الإمام أعفني من ذلك هذا له وأنه لا يليق بأولياء الله وأبناء نبيه أنا ما يدري أن أنه هذا لائق له وأنه من الزهين أن الأشياء فإن لا إنما هو للتسلية والتعليم والرماية مأمور به والنبي قال علموا أبناءكم الرماية والسباحة وسوق الخيل وكذا يعني مشروع لا بأس به نحن نتعلم وأني دفعت أنت تتعلم مثلنا أقسمت عليك إلا رميت مثل ما يرمي مشايخ قومك. ووضع الإمام سهما في كبد القوس ورمى به البرجاس فأصاب قلب البرجاس ورمى سهما ثانيا فشق به السهم الأول ورمى سهما ثالثا ففصل به بين السهمين ورمى سهما رابعا فأوقعه بين الثلاثة السهام. صلوات على محمد وآل محمد. الرماية المصيبة الجريمة ويصور الإمام ما يعرف شيء من النشأة وإذا هو الآن ياخذ المثل الأعلى في الرماية احتج وماج في منظره في منصته وقال بغير اختيار أحسنت يا أبا جعفر لأنت والله أفضلنا في الرماية. بعدين تأسف على قول أبا جعفر ليش قلت أبا جعفر؟ أبا جعفر هذا تعظيم له ما يمكن يعظم أحد. هذا هشام بن عبد الملك ما عظم إنسان في زمانه أصلا يعني ما يقول لواحد أبو فلان إلا فلان أبو فلان ما يقول لأن إذا كان الإنسان هذا تكريم إلى أبو جعفر أبو أحمد أبو
الحسين هذا التكريم لمالك كرم معاد اي الكريم صنع جوانا خيارا اسلم ثم التفت اليه وقال ممن تعلمت هذه الرمايه قال لان تعلمتها لما كنت في الاحداث صبيا في الصبيان في المدينه وشفت الصبيان يتعلمون الرمايه انا تعلمتها وياهم قال ليس هذا تعليم الصبيان يعلمون الشكل انما هذا تسديد الرحمن من التسديد من الله عز وجل اللي كتبتك سهمك مهنا للذكرين وغير اختلاف ولا شعارة تختلف ما يكون صبيان اي صبيان اي نسوان اي رجال اي اطفال هذا تسديد الرحمن قال صدقت ان العبد اذا اخلص ايمانه بالله وكان في عون الله كان الله في عونه وهذا العلم نتوارثه كافرا عن كافر وخلف عن سلف قال واي علم هذا وشرحت عاد الامام ولا صارت مناظره بين وبين الشام شام يسال والامام يجيب واستقالت المحاضره ما بيناتهم إلى أن أفهم هشام بعد ما يقدر يحكي وغلبه الإمام أبو جعفر وبان الخجل والانقطاع على وجهه قال أنا وش سويت الحين صرت مش بين الناس هذا الزاهد خجله وأهزأ به وإذا به يتفوق علينا بالرماية بالعلوم كلها بلعت جسمه يا محمد بن علي واحنا اردنا يعني نقاط نشوف ابن اجتماع وياه والحين حصل الغرض انت يعني تذكر حاجتك حتى تنصرف الى اهلك من اثمارها انت ارسلت الى العالمين انت لك حاجه فقط ما لك حاجه بس ما لنا نرجع ما تريد شيء قال ما عندي ابدا ما الهدية زاد انا ابدا ما عندي شيء اريد تسمح لي بس بالابن نرجع الى بلدنا زين وقام الامام ابو جعفر وخرج من عند هشام قاصدا الى المنزل الذي يسكن فيه وفي طريقهما الى المنزل مروا بحلقة كبيرة في ميدان كبير من ميادين دمشق الشام وحلقة كبيرة فيها جماعة من الناس لا يقصر عددهم عن 4,000 و5,000 نسمة الإمام سأل واحد منهم قال له الاجتماع على وجه الحلقة ليش جايين هالمجمع الكبير قال هؤلاء النصارى من أهل دمشق هذا اليوم لهم موعد يجتمعون فيه مع رئيسهم وعالمهم رئيسهم الدين وعالمهم وسنجيهم اليوم فيحضرون ويحضرون مسائلهم ويأخذون مسائلهم ويكبت متعالمهم منا فهؤلاء الان ينتظرون العالم يقول الامام الصادق عليه السلام فارخى الامام الباقر عمامته على صدره وتزيا بزي اهل الشام العمامه جعلها كفيه جعلها قدره والتف وياه ويا الواقفين وجاء العالم النصراني وقامت الهدائر والتصفيق إليه والترخيص
بس ما حد يروح له، هو يمر عليهم، هو يطوف على الجام واحد بعد الآخر. كنا عندما استريح فجعل يطوف على ذلك الجام حتى وصل إلى الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله، اتفرج فيهم عرفهم، لأن هذول مو من أهل، هذا مو من الفصيلة، هذا من الأشراف من العلماء من الأوصياء. سألهم قال لهم أنتم منا أم من الأمة المرحومة؟ قال الإمام الباقر بل من الأمة المرحومة، يعني أمة محمد. قال من علمائها أم من جهالها؟ فقال الإمام لسنا من جهالها، نحن من جهال، لأن لو سألتك أنك إمكاني الجواب قال نعم، ليش ما عندي؟ اسأل. فألقى عليه مسألة أجاب عنها الإمام، ألقى مسألة ثانية أجاب عنها الإمام، كل مسائل عويصة من قبيل الأغراض والأحادي لما حد يعرفها، والإمام يجيب عليها على الطبيعة بدون تفكير ولا تدبر ولا شيء، على طرف لسان بس يسمع من الفضل هذا الجواب. لأن قال ذاك النصراني قال تدل ولست من علمائها، قال أنا ما قلت لست من علمائها، أنا قلت لست من جهالها. قال بعض عندي مسألة هنا تسأل، والله إنك لا تجيب عنها أبدا. قال لو ليش تحلف؟ تحلف على شيء ما تعرفه ولا تعلمه، وما هي الحلفة؟ تحلف على أني ما أعلم تبرك، أعلم ما أعلم مني. الإنسان يحلف على شيء اللي يفعله هو، يقول والله ما أفعل شيء فلان، والله لا أكل هذا الطعام، والله لا أشرب هذا الماء، هذا صحيح. أما أحلف على أنك ما تعلم، ومو صحيح. الله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم، وقل لمن يدعي في العلم منزلة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ايش المسألة اللي تقول ما حد يجيب عنها؟ قال أخبرني عن رجلين ولدا توأمين في وقت واحد ومات في وقت واحد. قال أخبرني عن رجلين ولدا توأمين في وقت واحد ومات في وقت واحد، عمر أحدهما 150 وعمر الآخر 50، واثنين هم مولودين سوري وماتوا في وقت واحد، واحد عمره 150 وواحد عمره 50. فقال له الإمام لو سألت صبياننا في المدينة لأجابوا عنه، تعالوا يا النبي اسأل الصبيان، صبيان الأطفال في المكتب، هذا عزير وعزر، عزير نبي من أنبياء الله وعزر مشرك، ولد في يوم واحد. فلما بلغ من العمر 25 سنة ذهب عزير يبيع قبولات عند بقالة على حمار له، ووصل إلى مكان قال له أنطاكية يبيع فيها الخضروات، وإذا يشوف أنطاكية من هذا قد يبست أشجارها وغاب
أوليائها وتفرق أهلها وكان عسى ذلك. أو كالذي مر على قرية وهي غاوية على حروسها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني هذه متى تصل لها عمارة، متى تصل لها المدنية، إذا فرضنا عن فساد فإن البلد هم يريدون يسكنون لهم قرية، ما بيكون لها قرية ولها بلاء وأرقام على أنفاس تسويها تبلع كده يا عمرو الله إن حياة مرة قبل من الله يا عمرو بدون الأرض مستوية أرض الحرام والطعام في الزام والتي هذا يخططون يكون له بيوت، ما بيكون لها أنفاس متراكمة على بعضها البعض. أنى يحيي هذه الدار بعد موتها، الله تعالى يريد أن يكسب والردى ويريد من آياته فأماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال فلبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حوارك وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لك عين عين لا فتحنا عينات بعد جلسة بلباسك وثيابك واللي بشوبك والنقود اللي عندك كلها كما كان، وشوف البقولات اللي حاملها للبيع، البقولات والرواية اللي شايفينها خيار وطماط وبشيل وبقيل وبقيل شوف عين عين. وإذا بتلك البقرات الزمن دبدبات من الهواء من الجو دبدبات تلتئم وتجتمع مع بعضها البعض، لا وصارت الخضروات وصارت المرحلة وصارت المرباع اللي فيها وصارت العزة بعد الحمار بلشوا وانظر إلى حمار ثم الحمار إلى دار إلى الشيء باقي عين عين الحمار الأجمل غير، وإذا بالحمار تجتمع أعضاءه منا ومنا ومن فوق ومن تحت ومن يمين ومن شمال وأصحاب الحمار ما ذاك ما فيه نفق الله فيه، وإذا هو قائم حمار ينام والعز عن الحمار والمراحل فوق العز بالليل الخطر، هذه عمولتك هذه خضرواتك هذه قدرة الله، لا تستبعد أن يحيي الله الأرض على وقتها، روح روحي إلى الخضروات إلى القرية التي استبعد وصول المدنية والعمارة إليها، شوف القرية روحي إلى القرية وين وإلى وجود القصور وزادين وشجار وأنهار وأشجار، سبحان الله قال أشهد إن الله على كل شيء قدير، وباع الحمولة وباع البقالة إلى يمه ورجع إلى بيته ودخل على عذره بعد عذره ما عرفه من هو أنت من ضيف فضل دخل جذب السن الكمال الطفو من القبيل اسمه خزير قال الملك بلا وين راح؟ قال يا خزير مات من زمان هذه أسأل الله انت عمرك على موته؟ قال لا السن مات عني أسأل لا حضار ولا أسأل أحكم الله فعلا لو باعي قال إن شاء الله جاهزة جاهزة سخرنا جاهزة جاهزة قال أنا أبو قزير إنت عزير بنا ما علينا قبل شي قضية أخره القضاء، فعاش عزير بعد هذا 25 سنة ومنا قضي الموتة الأولى 25 قابل 50 سنة ومات هو وعذره في امه عذره
فيه وحزير ما عاش إلا 50 سنة فقط، 25 من أول 25، ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد عمر أحدهما 150 وعمر الآخر 50. بعد صرف النصران وخجلتها، والله بعد ما صعدكم عود هذا اليوم تجيبوا لي واحد أعلم مني وخجلني وفجلني بين الناس لدون أن تتحدث عليك بجانب أنت لا نعطي هذا ولا جبنا ولا مثلي أحسب عنه واجتنبني تصرف سواح العالم وأنا ربنا يجتنبني إن بنا لدي الخلقين بنا لدي الأعلم وأعلم هذا ما نعرف أصلا لا خلاص ما نجيكم بعد اليوم أبدا اشتنى ووصل الخبر إلى هشام تعال شوف سوى سوى الإمام أبو جعفر فأنت من أعلم النصارى خجلت وفشل بين الناس والنصراني أقسم أنه لا يعود لهم بعد هذا اليوم فأرسل الشام إلى الإمامين أن لا تقيم في الشام إلا 3 أيام وأرسل إلى الإمام بالزاد والطعام إذا اتخذ الاستثناء استئناف السفر وأرسل إليه فيها زيا مسموما يضعه على ناقته على الزاد على الركاب وطرح هذا الزاد وهذا الزاد في أثناء المسير وصل شرفه إلى ملابس الإمام ومن الملابس وصل إلى جسده الشريف وما وصل إلى الإمام إلى المدينة وإذا قد تورم جسمه ورأى بذاك جزاه أن يهدي له زكا تغيدا وسكا راحما فغشاه مدة سيره من سجه داه مصيب الجسم منه وارما وفيه ثلاثا ظل يجرع غصه حتى قضى بالسام صبرا قائما بقي 3 أيام فقط حينما بلغ الى المدينه يوم الرابع من ذي الحجه وما صار في مثل هذا اليوم واذا بالسام قد وصل الى قلبه فبل علامات المرض على وجهه دخل عليه ولد الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق رآه يجود بنفسه على التراب وقد وصل الشام إلى أطراف جسده نادى يا ابن النبي صاير عليك بنفسك الجود لا يزال قلني بحضر لك حبيب ابنين مدريد حتى يضرب لك التشايس والجيبين تنهر من العزة وين تعيش الغريب وقلني خرج تفتاك من المهجة والنفور I'm
ولا حسنا إلا يسكت ولا سيرنا مسؤولا إلا أطلقت ولا غائبا أو بحلا إلا أخرت بحق سيدنا المتوفى هذا اليوم بن جعفر وبحق الأئمة المعصومين وبحق الذاكرة أخرتها صلوات على محمد وعلى